مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، عدنا اليكم في بث جديد من امام ملعب ادرار الذي سيحتضن بعض لحظات مباراه قويه، مباراه تعيد بالشيء الكثير بين فريق حسنيه اغادير الغزاله السوسيه التي تستضيف في هذه المباراه فريق الدفاع الحسني الجديد. اليوم ربما عدد محترم من الجماهير الجديدة حجت إلى مدينة الانبعاث من أجل مؤازرة فريقها ومن أجل مساندة فريق الدفاع الحسني الجديد في المباراة التي ستنطلق في الساعة 6:15 بطبيعة الحال بالتوقيت المغربي، ومعنا مجموعة من الجماهير الجديدية التي جاءت وربما قطعت مسافة طويلة من الجديدة إلى مدينة أكادير من أجل مؤازرة فريقها في هذا النزال، وكلها تمني النفس بأن تعود الدفاع الحسني الجديد إلى سكة الانتصارات وإلى التوهج، خاصة وأن هذا الفريق يعد من الفروق العريقة بالبطولة الوطنية ولها قاعدة جماهيرية محترمة من كل المدن المغربية، ولعل أكبر دليل على ذلك هو أن جمهور الجديدة دائما ما يسافر رفقة فريقه إلى كل المدن المغربية. فغادي نخليكم يعني ربما مع ارتسامات الجمهور الجديدي وتوقعاته لهذه المباراة وكيف يرى هذه المباراة. تفضل أخويا. هذه المباراة بحال المباراة كاملين اللي فاتوا، حنا راه جايين باش نساندوا الفريق، واخا عارفين راه ما غيدير حتى حاجه، عارفين اللعابه انتما ربما متشائمين يعني، حيت اللعاب حيت مباراه كره القدم 90 مباراه كره القدم، ولكن هاد اللعابه اللي عندنا دابا في جديده ما كتضربهمش النفس على جديده، اهم ما حاجه واحده ما راضينش يعني على الفرقه، ما راضينش حنا على الفرقه، ما راضينش على الفرقه وما راضينش على الوضع اللي فيه الجمهور، كنتمناو بنادم يصفي القلوب حيت غايتنا وحده ونشجعوا جديده ونكونوا ورا الاخرين، راه نتوما تما تيمشيو في حالاتهم، الجديده راه كتبقى ديالنا ديال الجمهور ما ديال حتى واحد. والتوقع ديالي لهاد المباراه راه تعادل ولا غنخسروا، حنا ما كرهنا، حنا في قلبنا ما كرهناش نربحوا، ولكن راه اللعابه ما نفسهم ميته والو، ما كتضربهمش النفس ويترجلوا معانا، يقدروا الدراري اللي كيضربوا طريق شحال ديال الطريق ضارب بنادم باش يجي يتفرج في 90 دقيقه ما مخلص ما والو، وراه بنادم راه كحال فلوس وراه شي ثلاثه اللعابه ولا ربعه، شي ثلاثه ولا ربعه اللعابه يمشيو مع الجمهور، جوج ديبلاسمون واش والله تيهرب ليهم قسما بالله، غيحقدوا على التيران وعلى كل شيء. اشنو اللي ناقص جديده هذه السنه؟ سيناريو معروف اخويا، اوسخ كوميتي. بالنسبة لفريق الدفاع حسن الجديد، كنطالبوا من الرئيس ديالنا يمشي في حالياش، هو اللي خارج على هاد الفرقة، بغينا كنطالبوا بمحاسبة والرحيل في نفس الوقت، اخو تحاسبوا معاه ويمشيو حالياش، حيت هاد الوضع الضحي والجمهور حيت راه ما كيعطيناش هو، ولكن كاين اللي كيعطي با، كاين اللي كيعطي مو، حنا غايتنا وحدايا نسيبورتيو فريق الدفاع الحسني الجديد، حنا كنشجعو الدفاع الحسني الجديد. بالنسبة لفريق الدفاع الحسني الجديد، الشغف معروف والسيناريو هو هو، راه أي عام نفس السيناريو ما كاينش تأثير. بالنسبة للعابة، ديروا معانا نفس، لعبوا نفس شوية. كنتقاتلوا ومخلين والدينا ورانا ومخلين خوتنا، ربما ضحيتوا كثير من اجل راه بزاف، بزاف خو جندول لك راه بزاف، كنتمناو منهم يديروا معانا النفس. مقترض ما بقيناش باغيين مقترض الرئيس ديالنا صافي، اشفار شي شاعي شير الله يجعل البركه. الثانيه الولايه الاولى باريس، شنو ربما يعني خويا بالنسبه للرئيس مقترض، كنتمناو جاء وقت الرحيل، لان علاش لان اخويا ما قدم والو طيله هذه 7 سنوات، يعني ما كاينش شي افاده للفريق. هذا صاحبي راه اش نقول لك، لا اله الا الله، راه هاد السيد هذا راه تكرفت علينا، حنا كنضربوا تماره وكنضربوا طريق وما عرفتش شنو هو، فرقه ما كندوزوهاش ما في كل بلاصه. انا في ذلك كيفاش كتشوف انت هذه المقابله؟ خويا هاد المقابلة غتكون صعيبة شوية، لأن فريق حسنية أكادير فريق جد منظم،
وبالنسبه للفريق الدفاع الحسين الجديدي فريق هاوي بالنسبه للاعبين ما كيديروش اللي عليهم يعني ما كاين تسيير هاوي ما كاينش هذا هو اللي كاين اخويا ما انت دابا ديال هذه السنه ربما يعني ما تلجش السنه اخويا بالنسبه لهذ السنه راه بحال كاع السنوات اللي دازوا وحنا راه السيناريو معروف والشغف راه هو هو راه ما جامي نفوتوا اللوغو هذا هو اللي كاين الله يجزيك التوفيق ديال الخير وكنتمنوا التوفيق للفريق الجديده الله يكبر بك شكرا لك اخويا فانتما اخواننا الكرام يعني كما كتشوفوا بطبيعه الحال الجماهير الجديديه غير راضيه باتتا عن فريقها خاصه في ظل ربما تذبذب النتائج التي بات فريق الدفاع الحسن الجديدي يتخبط فيها ونتمنى ان تعود الجديده كما كانت من دي قبل وان تعود الى سكه الانتصارات ولما لا اسعاد كل الجماهير التواقه الى رسم النتائج ايجابيه خاصه وان الفريق ربما قاب قوسين او ادنى من ان يعود الى قسم المظالم لولا الالطاف الالهيه خلال السنوات الاخيره وبطبيعه الحال كما كتشوفوا فالجمهور ديال الدفاع الحسني الجديدي يمني دائما نفس بان يرى فريقه في احسن الاحوال ولما لا ان تعود الجديده الى سكه الانتصارات وان يعود الفريق الى توهجه فحظ سعيد لفريق الدفاع الحسني الجديدي في هذه المباراه وايضا كما كتشوفوا يعني جمهور الجديده يعني حاضر بقوه في هذا المباراة كما كتشوفوا فبعض الجماهير الجديدية حاضرة من أجل مؤازرة فريقها و أنتم كما كتشوفوا بطبيعة الحال يعني جمهور الجديدة حجة لمؤازرة فريقه أمام حسني تقدير وربما عبارات مؤثرة جدا كما سمعنا من خلال يعني الارتسامات ديال الجمهور فغير راضي بتاتا على نتائج الفريق هذه السنة ونتمنى حظ سعيد للفريقين فنتمنى حظ سعيد بطبيعة الحال لفريق الدفاع الحسني الجديدي في هذا المباراة فجمهور الجديدة جمهور حضاري جمهور تواق إلى النتائج الإيجابية وجمهور يساند فريقه في السراء والضراء وجمهور اللي بطبيعة الحال يعني كيتسافر مع الفريق فمن العيب والعار باش نشوفوا جمهور يعني كيضرب مسافة طويلة وكنشوفوا ربما مجموعة من الفرق يعني الجماهير ديالها تضحي بالغالي والنفيس من أجل باش أنها تتبع الفريق ديالها لكن ربما هذه الفرق لا تقدر بتاتا يعني هذه المجهودات الجباره اللي كتبذلها كل الجماهير سواء جماهير السوسيه سواء جماهير الجديديه سواء جماهير اتحاد طنجه وايضا وجده الرجاء الوداد وغيرها من الجماهير الرياضيه فكل الجماهير الرياضيه دائما ما تسافر وتقطع مسافه طويله لمسانده فريقها في السراء والضراء ونتمنى حظ سعيد لفريق الدفاع الحسن الجديدي وغيرها من الفرق الوطنيه من اجل ان تعود الى التوهج وبالتالي باش تكون يعني واحد المنافسه واحد التشويق واحد الاطاره في البطوله الوطنيه فما احوجنا الى التشويق والاطاره وان يعني ربما تنيفو ديال البطوله يطلع فبغينا بطبيعه الحال فرق قويه بغينا فرق قويه سواء باللاعبين سواء بالمسيرين ديالها وايضا حتى بالجماهير فالجمهور فهو اللاعب رقم 12 بطبيعه الحال ويلعب دور كبير وان نرى كل الملاعب الوطنيه ممتلئه عن اخرها فما احوج الملاعب الى ان تعود اليها الفرجه وتعود الفرجه بطرق حضاريه وراقيه اللي كتعبر عليها كل الجماهير المغربيه بالمدرجات فهذا الشيء اللي كنتمناو ان شاء الله فانتم كما كتشوفوا هذه هي الاجواء هنا من امام بوابه ملعب ادرار قبيل انطلاق يعني المباراه اللي غادي تجمع فريق حسني تقدير بالدفاع الحسني الجديدي وحظ سعيد لكلا الفريقين تحياتي لكم وعلى امل ان نلتقي بكم في بث مباشر اخر الى الملتقى.